الو، ايه يا جوهر؟ تكفى يا عزوزه بفزعتك، انا طالبك. ابي لي كم واحد جوهم حزن حق الشيخ ابو نواف. تبي الان يشتغلوا عندك؟ بس المشكله بيهم الحين. لا يا ابويا، الان مو حاكين شغل ولا بيشتغل. تكفى، انا طالبك ولك 5000 وحق كل واحد منهم 10000، بس ابيهم حالا. حتى لو اديتهم 10000 كلهم يكفوا بلا استثناء، وافقوا. متى يجوك؟ الليله الليله يا شباب. أعرفكم على جوهر مدير القصر. تفضل تفضلوا. وقف انت، وين شك وتدخلهم؟ أنا مدير على القصر ومدير عليك، فاهم؟ وعقابا كلهم يدشون إلا أنت لا. ليه يا أخي؟ أنا بطقي أسود في أسود من اليوم، أنا ملك الحزن هنا. مو المشكلة تدش وتطلع ما يشوفك. وهذه لك. تفضلوا يا الربع، تفضلوا. انجلع. أذلف يا أخي، ما تسمعي؟ أذلف. يا كم كنكا. اسمع انت يا عدل، ابو نواف يبي اشخاص يدخلون عليه الحزن، ولا راح يصير مصيركم مصير عزوز. واضح؟ واضح. اول شخص راح يدش المقابله كفته. ليه اخترتني انا اول واحد؟ ليه ما اخترت ياسر وعامر؟ شنو تبي ولا طلعك برا؟ لا ابي. يلا انجلع. وراه معلق على انجلع. ادري عنه شو معناته، ليكون كل مواصخه بس. لا لا لا، انجلع يعني امشي. ايوه شو اسمك يوبا؟ كفته. كفته؟ لا ما باكل. اسمك؟ اسمي كفته. اسمك كفته؟ اكيد امه شاورما. ضحكتك. شل اسم انت؟ مولود مطعم؟ امش. اي الله يرحم امه. شنو مرحبا امبو؟ بعدين شل على راسك هذا، شنو برج؟ هذا طال عمرك شكش بس القصه مريم فارس. سلام. الله لا يسلمك. خذني بقى يا جروح ارجوك داويني، لا تروح الروح كفى عذابي منك. ليه تشقيني؟ كفى عذابي منك. ليه تشقيني؟ خذني بك يا جروح أرجوك داويني، لا تروح الروح. صراحة صوتك حزين بس وجهك يضحك. أصدق ماسك نفسي غصب، والله ماسك نفسي غصب، وجهك يضحك. جوهر شوف لحال. ابشر طال عمرك. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير؟ دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني. جميل وممتاز ادائك ونبرتك حزينه، انت جوي مبروك. اللي بعده يا جوهر. عامر بن علي، أكره الفلة والوناسة وأحب الكآبة. تشجع أي نادي؟ الأهلي. الأهلي السعودي. الله يعينك، واضح الحزن بعيونك. ما صيح. وين تروح وين تجي؟ بالغرفة، دائما بالبيت تاكل بالغرفة، ما أطلع ولا أجي. ما تروح مكان؟ إلا أروح العزاء، جوي العزاء. ممتاز ممتاز، انت جوي مبروك. الله يبارك فيك. تفضل طال عمرك. سم